ديال مارس. دولمة مارس مقدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MTGS معا بروح رياضية. السلام عليكم مستمعينا الكرام ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم العلماء دمار. سعداء مستمعينا الكرام نرافقكم في عدد جديد حلقه جديده وساعه ونص جديده. سيغتيمون اليوم غندوي على منافسات عصبه الابطال الافريقيه السيدات والمباراه ديال الجيش الملكي اليوم ان شاء الله دوزيام كونفرونطاسيون ديال لي فار اليوم ان شاء الله يضمنوا الكاليفيكاسيون لي دومي فينال. غندوي اوسي على الكوب بلاكاف والماتش ديال سيت ابخي ميدي الجيش الملكي وفريق النهضه البركانيه سونز اوبلي مجموعه من بيان سور المواضيع خلال الحلقه زادهم بما فيها الشامبيونز ليغ الاوروبيان لي ماتش اللي كانوا البارح ولي ماتش دو سيت سواغي. باش توصلوا معنا مستمعي كرام سي باغ اس ام اس على رقم 5030 تمارس الوسط درام تي تي سي لي كومونتير ديالكم فيسبوك ولا لايف لحلقتنا النهار اليوم وكذلك من خلال اتصالاتكم برقم راديو مارس 5320 2026 2026. ليكيب تو كومبلي غنبداو بالعميد الكابيتان عز الدين عمارة. صباح الخير. صباح الخير عليكم كي دايرين لاباس؟ ناري صوت اذاعي الله معكم الدين عمارة من المنبر ديال راديو مارس. الله ناضي بالله وباش ديدو كونوا مؤلقين بزاف متألقين. كونترول باس كونترول باس كونترول باس شيخ لكن شوف كاين انا سينيت الكذاب اللي بدا نهضر غير هكا دابا باش ندير الحلق ديال شبعان قهوه كحله ديال الراديو باش نكون مألق وندير بحال الناس ديال اللي في سبور باين وسميتو بين سبور سبور باين سبور باين هما عندهم سبور باين حنا عندنا ما باينش صباح الخير من بقى مع سبور باين ومع الاذاعات المجهدين ديال مصر وباش نكونوا في المستوى نتاعهم. راك شتيني اليوم جيت لابس قميجة مزيانة وي ماشط شعري سي فري درت المكانة شتيها اي هاي ندير المكانة بالصحة والراحة اليوم باش تفهم فيها زعما ديك المكانة راني عاد تنتعلم فيها فهمت فيها بزاف الحوايج كيقول بعلك عبد الصمد هذيك المكانة باش نلقاو شحال بعلك عبد المكانة لا انا ما عندوش هادي دونك انا اليوم غادي ندوز الحلقة كلها بالصوت تقولنا شحال في الساعة الصوت الراديوفوني مرة نسولك شحال في الساعة صافي باش تولي في المكانة شوية أكيد شكرا مرحبا حميمي صباح الخير حمودة صباح الخير خويا كريم صباح الخير عز الدين صباح الخير المستمعات والمستمعات ديال مصر صباح الحمد لله خويا مزيان صحيح لاباس الحمد لله مالك كي بقات البنيتة حمودة صباح صباح الحمد لله شوية خويا شوية صباح ميكون باس اخويا ميكون باس حمودة ان شاء الله تشوفوها كيما بغيتو باذن الله الله يجيب الشفاء. سمعتي عز الدين الصباح سمعتو طريقة ديال الكلام تقيل زعما تقيل زعما خاتر زعما فهمتيني زعما شبعان عليكم فهمتيني باش نبقاو في المستوى ديال الاذاعات العظمى شرغي سطين والله ما نديروش عز الدين شربت الدوكو في القهوة ما نديروش الاذاعات دابا جاوبنا عز الدين ديال المسالات ديال ديال الحامضين وديال المريقية المريقية وديك الإذاعات اللي ما تيفيدو فوالو بتا شي حاجة وباش نزيدو نأمنو هادشي وتكون الحلقة مزيانة نزيدو نتذكرو على
منافيد صافي عزتي القرنسيون والله عزتي يلاه دينا البرنامج اخويا وربعة ربعة جوج ربعة ثلاثة ثلاثة والتغطية والجليسمون والجليسمون مهم بزاف لا الجليسمون مهم بزاف بلوك ميديون بلوك ميديون بلوك ميديون ضروري ضروري ميديان ميديان هكاك باش نكونوا في بلوك ميديان بلوك ميديان اخا نرحبوا بالمخرجين ديالنا بيان سور عبد الصمد وعبد القادر كي رفقوا في الاخراج اللي كيحييكم صوتوا بابتسام اللي معنا دائما في برنامج العلماء دمارس مستمعينا الاوفياء نبداو بثلاث نقاط اسي عز الدين اذا كان ممكن ممكن بيان سور ممكن اليوم كل شيء ممكن لي 3 بوان النقطه الاولى اسي عز الدين تفضل الوغ النقطة الأولى اليوم واش غتبقى بحال هكا بصح دي بصح؟ دابا خلينا نهضروا لا غيعصبني والله البرنامج الوغ النقطة الأولى هي ديال الفريق الملكي ريال مدريد اللي كان تيخمم في 2017 و 2018 باش تكون عنده واحد القاعدة الجماهيرية كبيرة بزاف كان تيفكروا باش يحلوا واحد ديسني لاند ديال ريال مدريد عفاك دوم قاد الله يرحم كل تعصبتينا عز الدين وهادشي كان تيخمم فيه بزاف السي فلورنتينو بيريز ومشى عيط كاع لديك السيد اللي مكلف بديك الالعاب اللي في امريكان ديال ديسني لاند وكانوا عوالين يحولوا المقر ديال ريال مدريد ويديروا واحد ديسني لاند ويديروا فيه كل شيء فهمتيني ألعاب جديدة منها قالك تيحاولوا يديروا لا ريبريز دو فولي ديال زيدان حتى هي ماشي سوس الكاسك الله فهمتيني دونك هذا هو اللي هذا هي النقطة الأولى كتبقى فكرة انتليجون ريز انتليجون زعما هذه ما فيهاش الضحك وأنني تنظن بالله سي فلورنتينو بيريز سبق وقته هي اللي انا عجبتني بزاف وتنظن بالله وقيله يديروها من بعد وي النقطه الثانيه هي فرقه الالمانيه ديال البايرن ميونخ اللي دارت 6 على 6 6 المقابلات على 6 وي سي فيكتور وتبين بالله الكره الالمانيه كره زعما مجهده بزاف بايرن واخا كواكو تكاليفيو 3 من الالمان تكالي بيهو ثلاثة من ألمانيا والنقطة الثالثة يلي بحال قلت لكم أنا مش حال هذه بالله الكرة الإيطالية والكرة الصبليونية ماشي اللور لور لا هذه متفق معك ماشي اللور لور دونك واخا قلتها أنا هذه واحد ثلاث سنين ودابا عاد وصلت الحقيقة نتاعها وبحال اللي قال لي سي صديق نتاعنا سي هشام العلوي بالله كان عندي الحق بديك الشيء اللي كنت نقول مش على هادي واخا شكرا ولا. شكرا حموده حميده فين حموده كاين وي تفضل اخويا وي عندي غير انا النقطه الاولى هي كاين واحد لاربيتر فرونسيز هي ستيفاني فرابار هي الماتش اليوم مع ريال مدريد مع السلتيك وي حكمة فرنسية وعندي واحد الحاجة ما عرفتش واش لا كونفيرماسيون ديال لا فرونس بين وقيلا لابسونس ديال بوغبا مع كانتي في لا كوب دي مون كانتي اوفيسيال بوغبا فور بروبابل ما يكونش في المونديال لا اكيد اكيد سي اكيد سي حمودة بوغبا ديسكاليفي زعما سيغ سيغ وي سيغ اوفيسيال اوفيسيال دوماج بور لا فرونس ديسكاليفي دوماج بور لا فرونس وي وغنمشي للفريق اللي حنا نلعبو معاه تاع راكيتيتش اورليست ديال الكرواتي فلا بري ليست ديال 55 ومع شحال اورليست ما كاينش في لا بري ليست ديال الكرواتي ما شفتش ما كاينش واش محيت معطوب اما محيت ما داروش ما انا غير قريتها بان اورليست ما كاينش كاع مع الكرواتي في لا كوب ديما هادو 3 بوان بالزرو داكور مزيان واخا انا هضر بحال عز الدين ولا الدراري ولا صاحبي
الدين صافي الله واه اسمعني انا بغيت ندير بحال تعصبت والله تعصبت انا دابا تنجرب باش نمشي لبين سبورت سبور بين واخا سبور بين بداو الدراري ب تشامبيونز ليغ افريكان اليوم لي فرق عندهم دوزيام ماتش ديالهم شنا لادفيرسير ديالهم في البرومي ماتش ادفيرسير على بورتي باش نكونوا موضوعيين ونكونوا اونيت بينه لي فار اليوم نورمالمون خصها دير شي بوين اليوم لي فار خصها تكاليفي الدمي فينال ديال تشامبيونز ليغ وي مع الفرقه المعمنه تلعب على ما قريت وسمعت بالله ماشي شي فرقه اللي زعما في المستوى ديال الفريق ديال الجيش الملكي وتنظن بالله هذا الماتش هذا غادي يديروا سي بوين ان شاء الله ويكونوا تقريبا مأهلين ماشي ماشي تقريبا سير يتأهلوا داروا سي بوين يتأهلوا ويخموا ديك الساعه باش يشوفوا كيفاش يوجدوا لي ماتش ديال الاليميناتوار ابري وي حموده ترى دوري كنتمنى لهم التوفيق كريم وانا اللي تنتمناو بزاف هو الجمهور يجيب كثره بحال اللي قلنا البارح وي وي ما كنا ديك الجمهور العظيم ديال الجيش الملكي ديال الفرق ديال الفرقه ديال الرجال كون يقدروا يجيو منهم واحد 10% وي غادي تكون واحد هذه تكون واحد التفريجه زوينه نتمنوا يجيو لعندهم لا حامد ماشي ناعس لا غير كيدوي بحال هكا باش يدير بحال الناس اللي في شكل سير سمع في الراديو حامد والله اش عصبتينا اختي صراحه وانا ما بقيتش عارف كيفاش خصني نهضر معاكم عادي مي تنهضروا عادي مشكله مي تنهضروا بالطريقه الفنيه العظيمه ديال الراديو بس هذه الطريقه ديال الراديو هذه جيني ها لك ماشي قهوه هادي هذا راديو هذا ماشي هادي ديال هادي ماشي مقهى هذا راديو دونك الراديو عنده الحلق نتاعو عنده الحلق نتاعو تتقرب بزاف للميكرو هكا باش تسمع ديك البحه اللورانيه وتتكون زعما دير سي عبد الصمد انت دابا كتصطنع دابا ماشي سي عبد الصمد زيد زيد قد لي الصوت مزيان شنو وقع الدراري؟ تي درنا تي 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 لا شارب الدواء شارب الدواء لا شارب الدواء والله كلشي كيف باغي يعرف مالك شارب الدواء مزيان ترونكي زعما مرتاح واللي عجبني زعما بهذه الطريقه الفنيه كلشي مجاج حتى الناس الاذاعه خرجوا كلشي تيقول لك برزتي كلشي اصاحبي كلشي برزتي يا دابا مي شابوني غادي نمشي للسبور باين ما عجبهمش الحال Believe this. Well, you used to fit right here. I'd hold you up to say to your mother, this kid's gonna. Service. Ah, wait. Sorry. شكون هذا؟ شكون هذا؟ سي عبد الصمد؟ الممثل الامريكي الكبير. ممثل. انا تنجربت انا باش نمشي لشي فيلم ديال. لا حول ولا قوة الا بالله. العظيم لا اله الا الله. والله زعما فغير الله يصبرني. الوالد ديالنا دابا. اه والله الا فيلم وليدي ديال هذا الصباح هذا مازال فيلم عيد حموده شوف انا اللي قريب ليا صح انا راه بي كنت هذا هو الحلقه الحقيقي نتاعي شكون اللي قال لك انا بعيد ثاني اه هذا زعما بعيد في التليفون ماشي معنا في الاستوديو ديك ديك المثله مولات الماركتينغ قالت لي القضيه ما هياش كيفاش دايره القضيه دابا دابا غيهضروا معنا قولوا لنا الحقيقه وهذا الحماقه هذا هذه السطيه هذه وكيما درنا مشكله وما تغوتش ما تغوتش واخا يا سيدي غادي نبقاو هكا صافي حموده نعم سيدي طلع علينا هذا شكون؟ عز الدين وتا خليه شوف خليه يدير اللي يبغى خليه ياك خليه يدير اللي يبغى دابا خويا حميمي دابا ما بغيتينيش نمشي للسبور باين لا بالعكس شتي بغيتي نمشي غير السبور اللي ما باينش ياك صحتك سبور باين معاك حتى غيغبر دراري واحد لو سيت سيت جول حطوا لي 11 بروبابل ديال المنتخبات ديال اللاعبين كوب دي موند 2022 حطوا لي 11 ايديا بفورماسيون بكل تاكتيك كيلعبوا به كما قلنا فرنسا ما كاينش كونتي وما كاينش بول بوغبا 11 ديبار ديال فرنسا يوريس كوندي فاران هرنانديز بافار كامافينغا تشواميني
هرنانديز، غريزمان، بنزيما، مبابي. هذا 11 لما تجي تكون كامافينغا غادي يكون رابيو. رابيو رابيو اللي تلعب مع اللي تلعب مع علاش ماشي كامافينغا ورابيو؟ لا كامافينغا محال شي لعب زعما ماش ما ياخذش البلاصه ديال رابيو. رابيو متالق بزاف وتيلعب سوفون مع جوفنتوس دو تورين. واخا نمشيو للجروب ديالنا. جروب ديال المغرب غنبداو ببلجيكا. بلجيكا 3-4-3 كورتوا فوتو لوجيك دينايير ارد الدرفيل فيرلد فيرتونخن مونيي ديفونس فيتسيل تيليمانس كاراسكو دي برون لوكاكو ادينازار. لوكاكو ما مقصحش؟ لا رجع رجع لعب مع الانتر ماركا وانا جايب لله بحال اللي عاود مقصح رجع ولعب مع الانتر ماركا البيت الرابع في الشامبيونز ليغ السيمانه اللي فاتت واقيلا السيمانه اللي فاتت دابا راه مقصح لا رجع اصاحبي راه كان مقصح ورجع من لا بليسور لا وعاود تقصح عاود تقصح ماشي بليسور زعما غيبه لا كوب دي موند تنظن بالله تيقولوا لا تنسمع انا ما سمعت كاين دي بوسيبيليتي باش يغيب من لا كوب دي موند ولكن ابار لوكاكو زعما فرقه لا فرقه 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 كرواتيا انا اللي عجبني اغفي غونار فواحد سميتو شتو رشح لكرواتيا والمغرب دايزين اييه اييه شتيها هذيك زعما بلجيكا طير بلجيكا طيرهم والمغرب غادي يبقى مع المانيا وربحوا المانيا لا ما عطاناش انا ربحوا لا يقول انيت ها لا يقول انيت ايوا بون هو راه مشى بعيد مع السنغال ورشح بالتالي في الفينال الارجنتين مع فرنسا لاجونسيات دي كوب دي موند والاغلبيه ديال باسكو ملي شفتو انا دار ديك البرنامج واقيلا ما سميتو باسكو هما بديك البرنامج عيطوا على بزاف لي زونسيان جوار وديك الشيء والاغلبيه ديال الوقت الاغلبيه ديال الوقت دايرين فرنسا 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 فينال فرنسا داتها كاع فرنسا وموراها الارجنتين وموراها البرازيل لا تنقول لك انا شنو تيقولوا هذوك لي ستار اللي دازوا كرواتيا شبالك انت حموده شبالك في بلجيكا حموده شوف بلجيكا دائما كانت كتعرفك يعني راه كيتيش راه الوقت كتنشط حموده راه كيتيش خد لا روتريت ديالو راه كيتيش واقيلا المهم انا غير اوغليس واقيلا انا صيفطوا لي ادريس صحابي دابا انا راه اعتزل ولكن انا حتى اوغليس زعما ما كاينش في لا ليست كرواتيا ما عرفتش اعتزلت مش بالك في ال 11 ديال بلجيكا اللي غير بشكل كبير غيكونوا هما دائما قلت لك اللعبه ديالهم كيلعبوا في فرق كبيره وكنظن بان تاع لف كلاف كوب دوروب لو كيبان لك واحد الفريق اللي كينشط البطوله وصافي حموده عندهم ديك الحارس المرمى عملاق بعدا هذا غير تشوفه بالشبكه تقول كيفاش غادي تماركي او لا 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 امام شحال هادي ما شفت انا شي حارس المرمى اللي تيخلع بحال هكاك اللي زعما تيعمر لك الشبكه كلها وتجي صعيبه باش تماركي له. ما سفري عندهم فرقه واعره. لا عندهم تا هما عندهم فرقه هذا العام هذه عندهم فرقه كرواتيا مستوى كرواتيا 4-3-3 ليفاكوفيتش يورانوفيتش سوتالو فارديول سوزا مودريتش بروزوفيتش كوفاسيتش باساديتش كراماريتش وبريسيريتش بيريزيتش صافي تخسر ماكينه اتش 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 كوك تيطير هذاك بيريزيتش بديك القنت هذاك بون مودريتش ما نهضروش عليه مي هذاك بيريزيتش بروزوفيتش وكراماريتش لا لا عندهم فرقه ولا غادي نغلبوهم غادي نغلبوهم عقل علاش نقول لك متخاطرانيك غادي نغلبوهم الله انت تشوف الله لا مولانا انا تنقول لك غادي نبداو بهم وما جيتش نصيدو بحال ديك الماتشات الاولى اللي كنا مشينا النهار اللي مشينا لروسيا وديك الشيء تنظن غادي نغفلوهم بشي بيت وغادي نجمعو طويو وغادي يبقاو هما تيتخبطو يتخبطو يتخبطو ما وندورها شويه قصوحيه واخا شويه قصوحيه باش القضيه تكون ما كرهتش نجيبو النقاش لديك الماتش تحية لابراهيم سي ابراهيم المنتخب الوطني المغربي التشكيلة المحتملة على حسب جول دائما بونو وي حكيمي وي مزراوي وي سيس وي داري وي امرابط وي بلندا وي بوتيتر شاعر نو
زياش نصيري وبوفال. وش نصيري وبوفال وي اش بان لكم في هاد لا فورماسيون 4 و 3 عاودها ثاني معاود الديفونس باينه حكيمي مزراوي سيس داري ميليو التيران في امرابط بالهند والشاعر ولاطاك فيها زياش نصيري وبوفال نو مي مي ولكن ما عرفوش هادو اكراد راجع وي لا ما عارفينش اكراد راجع وما عارفينش بيلا ما يمكنلوش يلعب بثمانيه ديال لي بسته ديال لي جوار خمسه ديال لي جوار فوكاسيون اوفونسيف هما كوكس فورماسيون بروبابل على حسب ديسبوزيتيف 4 و 3 لا ما غالطين بعد ما لينا الفرقه نتاعنا حنا غالطين تنظن شاعر ما نظنش يلعبوا ما نظنش كي راه بدي مزيان شاعر علاش انا ما كنت دابا قلت لك تيلعب ما تيلعبش مزيان تيلعب مزيان وانا ما نظنش يلعب ما نظنش ما نظنش واش يدخل واقيلا كاع في هذا الكوب دي موند ممكن ممكن باسكو لا تيش نقول غادي تلعبنا حنايا وغتلف وانت هما غيكول اصاحبي شتا شنو شنو سي سيت انترنيت وي المهم اجتهدوا داروا لنا هذا الارتيكل كون درتها في السيت نتاعي انا كابيتانو دي سترونت اللي كنا دايرين كون راه عنده اقبال كبير وبزاف الناس لا كون قالوا عز الدين مسطي اه وي باسكو ما يفهموش باسكو هادو اكاديميك هادشي هذا راه هادشي اكاديميك هادشي خويا حموده ما خصكش تدعي عليهم سانسيغمون في ليكيب ناسيون شكون توقعوا زعما التشكيله اللي عادي يقدر يكون فيها دي سيربريز زعما البازيك غيكون ولا غيكونوا دي سيربريز جونغ زلزول يقدر يبدا حارس يقدر يبدا ويقدر واقيلا عيبك الحمد لله الحمد لله بوتيتر يقدر يكون بلاصه الشاعر اه اسكو فوز اتوندا دي سيربريز في لا ليست انا ما وقع لا والو ديفوالا داير انا نقول لك فرونشمون انا جو ماتون باسكو هاد البطولات مازالين ملعوبين وعندنا عندنا باغ اكزومبل دابا تنشوفوا نصيري مازال مقصحش شويه مازال مازال بليسي عندنا امل اللحمه ما تيلعبش وشكون اللي عندنا زلزولي تا هو راه قصح حتى هو قصح حتى هو مي غيكون في كوب دي موند لا باش يكون هذيك حاجه واحده اخرى وني لي طار دو فورم تاعو كيفاش غادي يكونوا هاد الدراري هادو كلهم ومازال الماتش هاد اللي تلعبوا راه تا هما اون بو اتر ديغيغ شي سوربريز ما شي حاجه فهمتيني مي فورم ديال داري شي شويه في لي دو ديرني ماتش تتشوف بحال اللي قال لك نيف اكراد طلع عاود في في سميتو في النيفو نتاعو شفنا المقابلات اللي دار الثانيين دونك راه يمكن له هادشي عاود يتغير ويتبدل ممكن هما سايس راه عاد ولا تا هو براسو تا هو عاد ولا عاد لعب الماتش عاد الديرني ماتش دونك كيفاش غادي يكونوا الدراري نتاعنا لا فورم نتاعنا وما نظنش يلعب شي واحد بليسي ما نظنش غادي يكون شي واحد ناقص شويه وناحي ما داروش ميليو تيرا لا داروش دخل تيتولا قلت لك على جوجل غيجي تاع هذاك جول غيجي تاع عندنا المانيا الدراري واحد المنتخبات اللي مرشحه باش الدراري المانيا واحد المنتخبات اللي مرشحه باش تفوز كوب دي موند عادي نوير لا ما يديروش المانيا اسمع 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 سميات كلوسترمان شولو نوير مبليسي روديغر روم كيميش غوندوغان غنابري مولر سانيو فيرنر عندهم هذاك غوندوغان غندوغان سميتو غندوغان وي اردوغان غندوغان لا اردوغان رئيس هذا غندوغان غندوغان عندهم شوف الى عطا الكابيتانا كتايتو لو غوارديولا راه ماشي سو غران جوار تري تري غران جوار فنان كبير فنان كبير اللي مرشحهم انا يربحوا بكوب دي موند هما البرازيل هذا العام اليسون دانيلو تياغو سيلفا ماركينيوس اليساندرو فريد كاسيميرو باكيتا رافينيا نيمار فينيسيوس جونيور لا ما يديوهاش شكرا فاصل اشهاري ما عندهمش المونتال شكرا فاصل اشهاري موجز الرياضة نرجع معكم مستمعي الكرام في برنامج العلماء دمارس Si l'on vous dit que vous pouvez rouler 100 km pour seulement 20 dirhams, vous allez penser que ce n'est pas sérieux. On vous dira que si, c'est bien Cérès. Nouvelle Cérès 3, 100% électrique, capable de rouler 100 km pour 20 dirhams seulement, son autonomie exceptionnelle de 405 km, son design raffiné et ses finitions haut de gamme, full option, vont vous faire franchir le pas avec style. Et oui, il est temps de passer à l'électrique. Découvrez la CRS 3 dans tous les showrooms Africa Motors et dans tout le réseau Auto Hall à 379 000 dirhams. Et profitez d'une wallbox offerte et une garantie de 7 ans. La livraison est immédiate. Bismart, BCRS. Eh ben alors, je peux ouvrir les yeux? Oui, vas-y. Waouh, Bricoma a ouvert un nouveau magasin à Sidi Maarouf, c'est génial. Eh oui, au nouveau magasin Bricoma Sidi Maarouf, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour la maison. Jardinage, luminaire, électricité.
électricité, décoration. Et il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. Vous aussi, venez découvrir le nouveau magasin Bricoma Sidi Maharouf, avenue Aboubakr à Kadiri, et profitez de nos promotions spéciales ouverture, gratuité, des prix encore plus bas, crédit gratuit et grande tombola pour tenter de gagner plusieurs cadeaux. Pour plus d'infos, suivez-nous sur notre site www.bricoma.ma ou sur notre page Facebook Bricoma. Bricoma, tout pour tout faire. ليكم نتوما الحرافيه ديال الطريق نتوما اللي طريقكم هي راس مالكم حنا عارفين باللي طريقكم ما سهلاش عن شال من هادي 100 عام وانتوما ديما في البال وليكم قمنا بتطوير زيوت المحرك شال ريمولا بالتكنولوجيا الحصريه دايناميك بروتكشن بلس اللي كتوفر احسن حمايه للمحرك وكتزيد في عمره في جميع الظروف باش طريقكم ديما تسهل شال ريمولا الزيت اللي كتشتغل باقصى جهد بحالكم كتحماق على الكرة وبغيتي تشجع المنتخب الوطني كلشي ممكن مع مارينا شوبين ومركز النقديات كسيمي اليوم يمكن لك تربح الفواياج ديالك لقطر الى غايه ستانوانبير ما عليك غير تخلص المشتريات ديالك بالبطاقه البنكيه في البحالات التجاريه مارينا شوبين 10 د الفواياج للربح للاطلاع على قانون المسابقه تابعونا على صفحاتنا فيسبوك وانستغرام او مركزكم التجاري مارينا شوبين شارع الموحدين الدار البيضاء الرياضية. اهلا بكم. اجرى فريق نهضه بركان مساء امس اخر حصه تدريبيه على ارضيه ملعب مصطفى بن جنات في مدينه المنصير تاهبا لمواجهه الاتحاد المنصيري لحساب ذهاب الدوره التمهيديه الثاني من كاس الكونفدراليه الافريقيه ماتش اللي غادي يجرى اليوم ابتداء من الساعه 6 مساء. دور فريق الجيش الملكي وعن نفس الدورة دي واجه اليوم ابتداء من الساعة 4 فريق جولي بالماري ولهذا الغرض أجرى الفريق الجيش الملكي آخر حصة تدريبية البارح للوقوف على جاهزية الفريق في المنافسات الإفريقية دائما وهذه المرة مع العنصر النسوي بحيث غادي يتاج الأنظار اليوم ابتداء من الساعة 8 مساء الملعب مولاي الحزن بالرباط اللي غادي يحتضن مباراة الجيش الملكي وفريق غرينت بوفالوزا زامبي برسم ثاني جولات دور مجموعات عصبة الأبطال الإفريقية. في الختام وبعد تعرضه لانتكاس جديد المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو يسابق زمن من أجل تواجد في كأس العالم قطر 2022 وأكدت أحد المواقع البلجيكية أن لوكاكو قد يكون غير جاهز لخوض المباراة الأولى في المونديال ضد كندا يوم 23 نوفمبر الجاري في حين سيركز طاقم المنتخب البلجيكي على تجهيز اللاعب لمواجهة المنتخب الوطني المغربي يوم 27 من نفس الشهر أو مباراة بلجيكا ضد كرواتيا في فتح حدوج تنبير القادم على أبعد تقدير. اختيار موفق جدا عبد الصمد خادير نديرك أمور ياك سيسا صافي بليزير. حمودة معنا حميدة ويا خويا سمعتي الديسك ديكس 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 مالك اللي يمس عبد الصمد ها؟ عمل البارح محمد الدواب اليوم الشاب نصرو فاصل إشاري ورجع مع المستمعين دينا كرام دو في الماتشات ديال سيت أبخي ميدي إن شاء الله للجيش لفريق نهضة بركانية. تخليدا للذكرى 47 للمسيرة الخضراء تنظم جهة الدخل واد الذهب فعالية الأسبوع الأخضر في نسخته الأولى مهرجان موسيقي وسباق للمشي وأنشطة عديدة ومتنوعة. مزيدا من المعلومات على الرقم 06-18-43-29-91. رجعنا معكم مستمعينا الكرام 11:09 دقيقه دائما في الاستماع الغاديو مارسي دعم في الرياضه والموسيقى وبرنامجكم العلماء دمارت صندوق على المنافسه القاريه كاس الكونفدراليه الافريقيه اليوم دو ماتش غنبداو بخومي ماتش ديال لايس فار مع جوليبا مالي ماتش اون ديبلاسمون البارح كان ريسبونسابل ميديا ديال لي فار ضيف برنامج المريخ الريدي مع صديقنا قرضا ورجعنا بزاف ديال لي ديتاي اللي كتهم بيان سور الاستعداد ديال فريق الجيش الملكي لهذا الماتش اليوم مع الربعه العشيه.
باش نتبعوا مباشره على على راديو مارس باذن الله ماتش فريق الجيش الملكي تاع الامين. وي خويا خويا الناس كيسولوا على واش كاين شي فين في شي بلاصه فين يتفرجوا زعما غيكون شي لا بركان لا لي فار غيكونوا دايرين لانه ماتش ما نقولش التلفزيون ما كاينش. شوف دابا اسمعوا الراديو راه دايز الماتش ديجا في الراديو سي فري الماتش بجوج وسيرمون تلقاه في لا تيليفزيون مالين وي سيغ انترنيت غتلقاه في انترنيت غتلقاه تيليفزيون مالين اون ديريكت غتلقاه سي سيغ سي سيغ غيكونوا ماتش منقولين سيغ انترنيت نتمنى غير النقل يكون زوين انا نتفرجوا في الماتشات نتمنى دايوغ بون شونس الفرق بجوج ان شاء الله في لي دو ماتش نبداو ماتش ديال لي فار نظن بانه كلشي واجد كلشي مستعد سمعنا ميم حمودا في الصباح اللي كان فيتي في مارس اتاك انه ليكيب كومباكت لا بقص ما معاهمش مازال بليسي لا ما معاهمش هو مالوغوزمون ولكن قال واحد الحاجه مهمه قال بانه لهذا العام الدراري دايرين في بالهم بانه اللي لعب اللي ما لعبش كلشي خصو يبقى كومباكت باش يكون ريزولتا هذا العام خصهم دي تيتر هذا العام لي فار انا ما كرهتش بزاف د الفراقي بزاف د الفراقي الا قدروا يتفرجوا في واحد لو دوكيومون دايرينو على ارسنال ما كرهتش سي شي 8 ديال لي زيبيزود دايرين على الحياه ديال ارسنال من نهار اللي قبطا ارتيتا وتنظن بلا الرؤساء ديال الفراقي ديال المغرب هادي يستافدوا بزاف المدربين هادي يستافدوا بزاف ولي جوار براسهم غادي يستافدوا بزاف من ناحيه بزاف الحوايج كريم تيهضروا عليه في هذا تيهضروا عليه في هذا الدوكيومونتير سي ان سيري بحال ان سيري سبيسيال تبعوا ارتيتا مع ارسنال باسكو هاد دابا داروها مع مانشستر سيتي كنت هضرت عليها شحال هادي اللي كان خدام مازال خدام معاهم ديك لو ماروكان تاعنا سميتو عمر برادا مي هادي ديال كيفاش بدا وكيفاش خدا الفرقه ارتيتا وكيفاش تيكون الفرقه وهادشي تصور في 2021 وقيله واثنين واحد لا بداو في التالي ديال 2021 وتنشوفوا دابا النتيجه في 22 دابا وتنشوفوهم فين وصلوا دابا فهمتيني وهادشي راه ما كاينش هادشي اللي واقع دابا ما كاينش في لا سيري ولاني مي تتفرج في هذا الفيلم هذا وتتشوف زعما سي لا فيغيتي هادشي سي با اون فيكسيون سي الحقيقه متبعين الفرقه كل نهار وتتشوف كيفاش تيخدموا كيفاش تيديروا بعدا باش يشريوا شي واحد كيفاش تيشريوا ان جوار شحال الناس يتحاموا باش يشريوا شي واحد وقع له مشكل مع اوباميونغ اوباميونغ وقع له زاد نهار في سميتو في فرنسا كيفاش غادي يديروا باش يوقفوه زعما انا بون باش ما نوليو لفرقتنا اللي هي الجيش الملكي واللي خصنا نهضروا عليها واللي خصنا نقولوا على هذا الماتش نتاع وديك الشيء وتنظن بالله هذا الشيء اللي وقع في سميتو في كي تعيطوا له في ارسنال تنظن بالله الجيش الملكي واخده منه بزاف حتى هي بعدا شحال هذه من ناحيه الاستقرار من ناحيه الاداره اللي عندهم مؤسسه محترمه فوالا محترمه لي جوار شنو خصهم يديروا شنو ما خصهمش يديروا وبحال اللي قلتي انت قال حمودان بالله تو الموند دي كونسيرني حتى واحد ما خصو يتقلق حتى واحد دابا انا مشيت معك على حسب هادشي اللي قلتي تو الموند دي كونسيون بانه لي فار سيت سيزون خصهم يربحوا لو ماكسيموم دو تيتر بوسيبل فوالا لانه عندهم كلشي هادشي اللي تنقول لك ملي تشوف ديك لا سيري تتشوف هادشي تتشوف هادشي تيقولوه وكل واحد شنو عايش لي جوار كيفاش عايشين شتي كيفاش تيهضر معاهم المدرب راه سيبتكم ديك لا بتيت فيديو الباح شفتو هو مريض بالكوفيد ودير معاهم دير تيهضر معاهم باغ فيزيو كونفيرونس وهما في قلب فيستير تيعطيهم لي ديرنيغ ريكومونداسيون قبل ما يدخلوا للتيران بون سان غينا فوا مي تنظن هادشي اللي قال حمودان هي الحاجه اللي خصها تكون ولا بدا باسكو راك عارف وهضرنا عليها كريم مي تيكون عندك 30 ديال لي جوار ما يمكنلكش تردي كل شيء وتلقى شي واحدين معبسين انا كنا تهضروا على هادشي ارتيتا قال لك بغى يخدم ب 20 واحد 20 جوار با بلوس باش ينقص حتى هادشي هذا وباش ينقص لا ماس سالاريال باش ينقصوا بزاف د الحوايج تنظن افيكتيفمون مي الواحد ما تيلعبش دابا حنا مي تنديروا كون نجيو دابا نديروا واحد حموده معنا بعدا باش نخليه يهضر شويه باش نكون نجيو ناخذوا الدراري كاع كلهم لو مينوتاج ديال الجيش الملكي شحال كل واحد فيهم لعب من الاول ديال العام غتلقى واحد 15 واحد اللي لعبها ما 16 لانه عندك واحد 26 كلشي خصو يلعب وين بزاف اللي ما لاعبينش دابا غتلقى بزاف ما لاعبينش
ايفيكتيمون بحال اللي قلتي خاصك شكون اللي هادي يجيري هادو اللي ما لعبيش. هي الحاجه اللي صعيبه. الا كان تيجي وفرحان ويتدرب ويكون فرحان ويكون وجهه مبتسم وديك شيء ما كاين مشكل. وين الا جيتي ولقيتي جوج ما ثلاثه ما عجبهمش الحال وفي لونطريمون تيمشي بشويه باسكو عارف راسو ما تجي يلعب ايتو ميم ليكزيرسيس اللي غادي يديرو الا كان هذاك ما عجبوش الحال حتى هو غادي يخسر لك ليكزيرسيس. بيان سور فهمتيني بيان سور. حموده كاش كتشوف الماتش ديال اليوم ديال لايس فاغ؟ واه هضرنا عليه البارحه اخويا كريم ومقابله بينا في المتناول ديال لي فار اذا كانوا زعما بلوس كونسونتري. هضر حموده على هذه القضيه هي نيفو دو جروب لان دائما تنقول لك كريم لك الى عندك جروب غتعرف بان عندك فرقه كبيره. حتى واحد ما مقلق اللي جالس بونتوش ما كتلقاش مقلق. كي قال عز الدين اهم حاجه في واحد الحاجه او نيفو دي زونترينمون فملي كتبغي تابليكي مع لوجور كيكون تيتولير كيكون الاخر الدره ديالو كيف تنقولوا. الا ما عطاكش حتى هو هذاك الدره حتى هو بان لك خدم الفرقه ديالك ما غتزيدش قدام. كنظن بان هذا المشروع انخرط فيه اللعابه والمكتب والجمهور باش هذا العام كي قلتي كيلعبوا على تقريبا كنظن شحال دابا عندهم لا كوب دافريك كوب دي ترون والشامبيون ياك. وي لاعبين على كل شيء. لاعبين على كل شيء. اذا لاعبين على كل شيء وراه تخوا تيدخل الى جابوهم راه سان اكسبلو. ما جابوهمش خصهم على الاقل واحد ولا كي قلت لك على الاقل واحد. لعبوا على دو تيتر لعبوا على الشامبيون وكوب ديال الكاف. فهمتيني؟ كنا تنهضروا على هذا مشروع اللي دخل فيه كل شيء قلت لك بيبليك لعابه مكتب ستاف. كنظن بان حموده نهضر بان او نيفو ديال كاين اون فامي في لي فان. سمعتي كريم كنا تنهضروا على لي زيفيكتيف اللي كاينين الفيكتيف كنا تنهضروا على الفيكتيف اللي كاين في الفراقي الوداد 33 دابخي واحد لو سيت اوفيسيال الرجاء 32 بركان 29 الجيش الملكي 31 المغرب الفاسي 31 حسنية تكادير 32 الفتح 33 خريبكا 35 شباب محمدية 38 مولودية وجدة 39 الدفاع الحسني الجديدي 28 اولمبيك اس في 35 اتحاد طنجة 34 مغرب تطواني 39 ماتريكولات ديال المدن هادو لا هادو اللي فيكتيف اللي عندهم والله ما كذب لا جونيس سبورتيف دو سوالم 31 وتوركا 39 اللي نسيت هادو ترانسفير باكيت لا ما اكشواليزيش ناخذوا فرقة هكا وازاخ ونشوفوا تتورا 16 ما مكلفينش راه قهوة 14 شوف ما مكلفينش وهادي عندهم في لا ليست نتاعهم دابا حنا ناخذوا حنا خدينا وازاغ الوداد هي اللي مكلاسي بريمير تاكناوتي كاين وي يوسف الموطيح كاين وي يانيس هانين كاين هانين حنين ما عادش باقي ولا لا الكارديان كاين طه مريد كاين اسبوار امين فرحان كاين وي امين ابو الفاتح كاين رحيم كاين زولا كاين اسرير كاين عيط الله كاين العمري سهيل العمري كاين عملود كاين بنيادة كاين عيط الله كاين جبران كاين داودي كاين باعوش كاين جعيدي كاين حمود كاين الحسوني كاين مترجي كاين اللافي كاين مترجي دو كاين الوردي كاين مترجي دو سيزون دو اي دو بهم جوج وقول سميتهم زهير واسماعيل داكور زهير واسماعيل غير دابا تنقول غير لي نوم فامي خنوس كاين اوناجم كاين بوهران كاين بنيشو كاين اوك كاين بوسفيان كاين حداد كاين صومبو ودمبيلي دونك كلشي كاين اي تعلل قلتو واقيلا لا قلتو قلت له قلت اي تعلل 31 دونك هادو ما غالطينش الوداد زعما فهمتيني حيت دي جوغ عندهم دي جوغ انترناسيونال دي جوغ ريكوني زعما نمشيو للرجاء صافي صافي لا واخا تقول لي غنضيعوا البرنامج في ليليس لا غير باش نضيع البرنامج في السميات دابا غير تنقول لك متى تشوف هاد الفراقي هادو ولا جيتي تشوف لو طون دو جو شكون اللي لاعب شكون اللي ما لاعبش غتلقى بزاف ما لاعبينش غير جالسين دونك ضيع الفلوس واخا نرجعوا الماتشات نرجعوا لي فار نرجعوا لي فار كما قلنا لافونتاج ولا ابار حمودان ليكيب تو كومبليت قريبا كلشي كاين كلشي واجد وكنضرب لنا الشامبيون مالي باقا ما بداتش
مالي بداو جو بونس غير لا بداو حموده بداو ماتش بداو ماتش واحد داروا ان ماتش دايرين ان ماتش يعني لي زافونتاج عند لي فار وي وي نورمالمون خصنا خصنا نربحوا هذا الماتش ولا نرجعوا بريزولتا مزيان خصنا نرجعوا بريزولتا لعبوا دو جورني دو جورني تلعبوا لا دوزيام جورني تلعبوا فيها جوج ماتشات ما عرفتش علاش ما عرفتش الشامبيون عندهم كثيره وي تلعبوا دو جورني لا دوزيام جورني تلعبت هذا الويكاند هذا جولي با باقي ما لعبوا حتى ماتش الشامبيون هما ما لعبوش شي وحدين لاعبين كانت عندهم لاكاف تلعبوا دو جورني وما لعبوش لي دو جورني هما لعبوش لي دو جورني لا إذا ما لعبوا حتى شي ماتش في البطولة عندهم لاعبين في لاكوب لاكاف فقط ماتش ما يكون سهل ولكن خاص داك روز يجري مزيان سو ماتش شوف راه حنا هضرنا عليه البحث شويه على قد الجهد اللي شفنا حنا واللي تفرجنا حنا تتبان بحال تحمود راه قالها لك البارح زعما واحد لي واحد الفرقه اللي تتبان زعما في اللياقه البدنيه نتاعها اسي كوستو ما باينين صحاح باينين صحاح وتان زعما كون نجيو نحلل انا هكا دغيا دغيا بالزربه انا قلت البارح زعما خصنا نغلبهم في لو ميليو دو تيران خصنا نكونوا غلبهم في خدمه كبيره غتكون عندنا جو حريمات وي خصنا نغلبهم في سميتو وخصنا لونجاجمون في فيزيك نكونوا معاهم من كما تيقولوا الند في الند زعما نكونوا معاهم كوستو في لا باتاي فيزيك و سي بيان اللي عندنا بحال الناجي وبحال لي جوار اللي كاينين في الجيش الملكي نو سيغاسكو حتى لاكس سنترال حتى لا ديفونس ديال الجيش الملكي ما باينه واحد لا ديفونس اللي ما باينه قاصحه زعما سوليد سوليد غير انا خاص ايمانويل يكون في نهارو ايه وتنفضل هذاك مفيد تما خصهم يكونوا مزيانين لا 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 سميتو لو جوار اللي تيدخل وتيماركي جوزيف كيف تسمي غنادو غنادو ما بغاتش تصد جوزيف غنادو غنادو خصو انا تنظن في هذا الماتش هذا تكون عنده واحد المهمه زعما اسي باش يدبز معاهم في لا ديفونس مي لي كوستو بحال بحال الماتش تاع حموده غيجونا دي زوكازيون يقدروا يجونا قلال يقدروا يجونا ما يجوناش بزاف دوكازيون الجيش هذا العام سي فري مي غاتاك اكزيكو مع الوداد ب 11 بيت ولكن ضيعوا بزاف هذا الماتش خص ما خصهمش يضيعوا يجوك جوج ثلاثه ديال لي زوكازيون خصك تماركي النص ديالهم وي كريم با كيف قلت لك البارح حتى او نيفو ديال لونترينور راه بزاف خطرات بدل لاطاك انا قلت لك لعب ب 3 اتاكون اللي عنده كل خطره كيلعب واحد باقي ما لقاش زعما اللي غادي يقدر يستغل ليه الفرص كانوا اليوم المهم في الفرقه هي كتلعب كره تكون سوليدار وما يخسروش لا باطاي في ميو تيران وما يتقولبوش في لي بالزاريت انا مازال تنقولها لان الا كنا حنا قويين وطوك لي فار كانت قويه فارق جهد ديال المالي غنقلب دائما على لي بالزاريتي باش يقدر انا كيف تنقول الكره ديال الكره يتقول كنظن انا خصو يدير اتونسيون و ما نحاولوا الماركيو ان شاء الله باذن الله نحاولوا الماركيو لا خصهم يسيرفيو بزاف انا بحال اللي قلت لك لو ميليو تيران ولا ايريا لا ايريا غادي يكون عندهم حتى هما زعما الا كانوا لي كوفران لي كورنر وهادو بحال وديك لي لي كوفران اللي تيكونوا ان بو اكسونتري من بعد لا لا سيرفاس دو ريباراسيون ديك 30 متر 35 في الجنب اللي تيدوروا اللي تيصيبطهم بحال شي فهمتيني بحال شي بنانا دونك هادوك هادي تكون واحد الكرد خصو يكون سميتو خصو يكون فريمون بلايريان يكون كابابل و لي ديفونسور تا هما يكونوا في واحد المستوى ديال لا ريكوبيراسيون ايريان مجيدة انا خايفان غير من الايريان واخا شفتهم تيتيريو واخا شفتهم تيتيريو من بعيد تيزعموا بزاف تيتيريو من بعيد ترد مزيان زعما ترد مزيان مي عندنا لافونتاج عندنا لافونتاج تاعنا بدي جوار اللي مجاهدين بالو بيي عندنا النفاتي اللي يمكن له يدخل ويقصد وسليم يمكن له يدخل ويقصد سي دي جوار بيرفورمون الا وصلوا لو ريكتانغ ودخلوا بالطريقه الحنشيه راه كي سميتو مع دوك الطوال وصحاح شي شويه ماشي بيلانتي ماشي حاجه سي فور بوسيبل نتمنى خير فريق الجيش الملكي ان شاء الله يرجعوا لبان ريزولتا بوزيتيف من مالي ويجيو مزيان الماتش ديالهم باش يجيو ياخذوا لا كاليفيكاسيون ان شاء الله مدينه الرباط امام الجماهير ديالهم فاصل اشهاري لافيش دي ويكاند نرجعوا عندو على الدوزيام ماتش ماتش ديال النهضه بركينيه وفريق الاتحاد المنصيري كوتي سبور تقدم لكم افيش
l'affiche du week-end. Chelsea, Arsenal. هاد الجولة الجديدة ديال البريمير ليغ كتقدم لنا واحد من الديربيات ديال لندن. أرسنال في مقدمة الترتيب بهجوم قوي قدر يربح به 10 من 12 مباراة ديالو في البطولة، وبالرغم أنه ما لعبش تشامبيونز ليغ هذا العام ولكن مركز بزاف على لقب الدوري. هذا الأسبوع أرسنال غادي يتنقل عند تشيلسي اللي بعيد عليه ب 10 ديال النقاط واللي لعب 3 ديال المباريات الأخرى ديالو بدون أي انتصار. نقطة رهان مقدمة لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة، المساند الأول للرياضة المغربية. MDGS نربح الرياضة. حكي لي الحكي، قل لي وصف لي قصة نجاح في بلدي. شركة مغربية حققت أحلى. معكم مستمعين الكرام 11:26 دقيقة دائما في الاستماع لغاديو مارس دعمية في الرياضة والموسيقى وبرنامجكم لولا ماد مارس. الماتش بيان سور ديال الفريق النهضة البركانية أمام فريق الاتحاد المنصري اللي كيدو على هذا الماتش كيكون خايف شوية من بركان نجيب شي ريزولتا ما هواش. بركان يلعبوا في غازون مزيان، بركان يلعبوا في كليمة مزيان. البارح بيان سور السكرتير جينيرال ديال فريق النهضه البركانيه كان ضيف برنامج المريخ الرياضي دوا على الاستعدادات وانه بركان مشاو بكري وكيوجدوا هادشي ما ندويش عليه ديال توسكي هادشي عادي عندهم ولا عندهم عادي او نيفو ديال دورغانيزاسيون ديال لوجيستيك بركان بفرقي كيعرفوا يسافروا ايدون با دو كيمشي مدران كيمشي بكري كيشوف لوطيل كيشوف كلشي كيمشيو للعابه كيلقاو كشي ناضي ما كاينش الضحك في هادشي. الكره عند اللعابه ماش ما يكون سهل مع فرق كتلعب مزيان في تيرانا. البارح عاود درت تفرج واحد الغيزيومي طويل شويه مع الاهلي مونستير فرقه واقفين مزيان سانسيغمون، وبركان خصهم يخرجوا. بركان اللي كنعرفوا بركان لاغرينتا، بركان اللي كتكون لعبه تحت الضغط، واللي بركان حموده غدير خصها دير كل شيء باش ترجع بريزولتا بوزيتيف من 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 تونس. كريم انا بالنسبه لي ما خرجش مشنو ما خايفش حالي بحالو لان الفريق ديال البركان كنعرف الشخصيه ديالو الافريقيه، كنظن بان غادي يلعب بالشخصيه ديالو الافريقيه. انا اللي غنهضر عليه هو المنصير كعرف لا لعب مع لو تورون دي تيتر، وفريق اللي داز سوبر كوب، فريق اللي مؤخرا ولا كيتحسب لي الف حساب في افريقيا. كنظن بان اللعابه عارفين هذه القضيه هذه، ما نظنش بان اللاعبين ديال البركان ما غاديش يعطيو الماكسيموم في هذه المقابله، لان فريق ديال البركان واللي كي قلت لك انا ديك الخطره ما بغيتش نشبهو بسيفي، لان الفريق اللي كيلعب لا كوب دافريك زعما مزيان كومبيتيسيون افريكان تيكون فيها دائما متالق. وي تهضر على مونستير ما على بركان؟ لا على بركان. لا انا زعما انا تفرجت في مونستير على حسب اللي شفت الطريقه ديال اللعب تاعهم انا بعدا ما خلعيني زعما نقولك زعما كنت لعب بالبركان بالنيفو ديال لي جوار اللي عندها، كنت لعب بالنيفو ديال لي جوار اللي عندها ويخلي السي بن شيخه الركراكي ك سنتينيل تا هو فهمتيني، ويزيد مع بكر الهلالي سنتينيل. بكر ما كاينش بلاسي ما كاينش بكر
دونك ما عرفتش كي يدير مع تما سنتينيل باسكو مشكل اوبيلا لا اوبيلا سي با ان فري سنتينيل مدن المدن وي المدن على ريغور وي مي اوبيلا اوبيلا سي ان فوليور سي ان فو 10 ولا تيلعب 10 بال 5 تيوليه بطلور باش يدير غير ترانسفيرسال فهمتيني كيفاش تنظن بلا ما صالحش اوبيلا وتزيد عليه البحري ما صالحش لا ما يلعبوش بجوج في خطره لا ما صالحينش بجوج ومع تيولي اللور بزاف تيبغي يلعب ان بو لا جبران بحال جبران بحال اللي تيلعب جبران دابا وديك شي دونك تنظن ماشي الوغ اوبيلا كان بشحال هادي تا هو اللي تيلعب في الدومي تيران ديال الاخرين دونك انا تنظن بلا بلاص ما يزير مزيان بلي سنتينال يدير بحال اللي قلتي انت المدن والركراكي ويزيد معاهم البحري ويلعب كتعيطوا له الشرقي باسكو تيعجبني انا ديك الجوار اون طون كاتاكون مع الطول نتاعو مع القامه نتاعو ومالغري سا تيدافز مع لي ديفونس ادفيرس تيدير بحال اون تور دير بحال شي تور تيجيني انا هو وخابا سي ا بوبخي لا ميم غير خابا شويه بلوس سوليد عليه يا بخي سور لي كوتي هو خصو داك الساعه يشوف انا ما كنت كان تيعجبني واحد الوليد تيلعب عنده مي ملي تبليصا لهنا ما بقاش تيلعبوا بزاف هو ديك فكاك باسكو ديك فكاك ملي كان تيلعب مع كان تيلعب مع واد زمياك فكاك فكاك البرشيد برشيد هذاك الوليد هذاك كان تري بيرفورمون وانا من بعد لا بليسيور نتاعو ومني ولا ما بقاش تيلعب بزاف لعبوا شي خطره دونك تنظن حتى فكاك وفحلي عندهم لا ديفونس عندهم المساوي وعندهم مساوي وعندهم بعدي بون انا تنظن غير دايو خصو يركز شي شويه دايو هو اللي بعد النوبه تيساب التيران تيساب تينسى لا كونسونتراسيون اوبتيمال ما عندوش عنده اون كونسونتراسيون ديال 70% واحد 75% واحد 25% ديال لا كونسونتراسيون تتمشي له مي هاد الفرقه هادي ديال المناستير تتلعب الكره حتى هي سي دي بون تكنيسيان مي بون سافا ما فيزيكمون اوني بتاتر بلو كاسحين عليهم بلو فور كو لا في الطوله لا في القامه لا بزاف ديال الحوايج وتكنيكمون بون عندهم واحد لو مع التوانسه يلفو توجور فيغ اتونسيون وي حيت يربحوك بوالو لا ما يربحوش بوالو يقدروا لا يقدروا يربحوك بوالو التوانسه هما هادو اصاحبي كانوا تيربحوا بوالو بالناس اللي عندهم في لاكاب دابا هذاك دابا خلي دابا كدوي الكره دابا تهضر معك انا دابا الكره يقدروا يربحوك بتوش يلعبوا توش طويله طنكا فوياج يضربوا عليك في الشبكه هادو اللعب ديال التوانسه ما يديروا والو 90 مينوت ولكن شي لعيبه بحال هكا كورنر كوفرا شي لعيبه المهم قول لي جاو شي فراقي ديال تونس عندنا وربحونا هاد الخمس سنين التاليه جاو شي فراقي ربحونا لا في المغرب فهمتيني ما نظنش صافي ترجع ربحت الرجاء في تشامبيونز ليغ عام اللي فات ربحوهم جوج زار وياك وين قلال احيط رمضان غير شوف راه ما بقاش يربحوا بحال اللي كانت يربحوا مش حالي اللي كانت يربحوا بالكره 10% و 90% بلا كره فهمتيني بشي حاجه اخرى دونك انا ما خيفانش وما الروتور كاين بركان سي سون سورت بيان وما ما ينساوش راسهم بحال اللي نساو راسهم في الماتش اللي داروا كانوا رابحين بواحد الزيرو فسميتو في الديرني ماتش وسهاو وماركاو عليهم ثلاثه البيوت في اربع ساعات ما عاد شحال ثلث ساعه واخا ضيعنا لوكازيون ضيعنا اون اوكازيون باش يديروا واحد الساعه 3-2 ما فكاك في لا ديرنيير مينوت في ديك الماتش مي ما خيفانش انا سانسيرمون ما خيفانش نخاف شي شويه على الجيش في لالي مي ما خيفانش على الفراقين تاعنا بجوج اون جينيرال معنا غادي نمشي نتفرج ان شاء الله نهار الثلاث الجاي فضحتينا ايوا بغيت نزيد نقولها هرتينا لا ما عرضوش عليه غير يمشي ياخذ بيه قالك عرضوا عليه ما عرض عليه حتى واحد يمشي يقطع بيه ويدخل هادي نمشي ك ولا لا محلل ديال سبور مين لا حول ولا قوه وتما هادي نكون محلل ماشي هضري نكون محلل بصح لبس المكانه دار السيشوار شحال ساعه دار السيشوار شحال ساعه ساعه 11:33 11:33 ودقات القلب عندي 73 فاتت دقات القلب الله شحال متر شحال تمشيتي اليوم لا ما يمكنليش نقول حيت مشيتي والو من الدار التران للراديو مشيتي وغادي تشوفوني تشوف الكوستيم كرافاتا وغادي ندير ديك الوريضه هنا وديك الشيء امتى نهار الجيش مشيتي بعيد غادي ندير اللايف مع خويا كادير نديرو اللايف
سبور باين واخا الماتش ديال النهضه البركانيه اليوم ان شاء الله والاتحاد المنصيري ماتش منقول يمكنكم تدخلوا مع السته بتوقيت المغرب ان شاء الله في قناه التونسيه الوطنيه واحد كاينه في النيلسات. الناس ديال البركان يبغوا يتفرجوا في الماتش يتبعوا الماتش ديال البركان. شوف لي اللي فار في منقولين عيط الناس المسؤولين تما في مالي يقول لهم في الناقلين لنا الماتش ديال اللي فار. واخا حموده هضر عيط المدرب راه صاحب معاك دابا كريم قول له يقولنا فينا فين مدوزين الماتش كريم. نعم اخويا كنظن في لاباج اوفيسيال ديال جوليبا ياك فيسبوك مزيان مزيان برافو لكم الدراري. هذا المدرب اللي قالها لك ياك حموده ديال جوليبا. يلا سيدي لي زامي اتصلوا بينا على رقم راديو مرسل 0522-226-226 ندو على لي دو ماتش ديال الجيش الملكي وديال فريق النهضه البركاني وقولوا لنا شنو بغيتوا. واش بغيتوا سبور باين اما واش بغيتوا راديو مارس باش ندير الحلقه اللي خاص. حتى بديتي كدق على البين سبور دابا انت يا مامز. لا 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 انا سبور باين سامح لي. ماتش ديال البركاكي عبد القادر في يوتيوب اللايف جوليبا لاشين ديال جوليبا غادي يديروا غينقلوا دوزوا الماتش في يوتيوب. ايوا اش قلت لك انا كان اي ملي قلتها لك انا ما تيقسينيش راه كان تيقو السي عبد القادر ولا هو قالك يوتيوب ماشي فيسبوك. انت قلتي فيسبوك انا لاباج اوفيسيال ديال جوليبا في يوتيوب. يوتيوب ماشي باج الو شين شين. اذا غالطه حمود اسمح لينا في القناه تاعهم قناه تدعي عجبني هذا الكلام. واش اخباركم؟ انت واحد ما كيعيط لينا ها؟ انت واحد ما كيعيط امبوسيبل اقسم بالله انت واحد ما كيعيط وعيط على السلمني لا تعين عيط عيطوا لنا انتم الدراري بالروج واش شي واحد فيكم يعيط الدراري؟ لا كاين شي مشكل ما يمكنش ما يمكنش علاش؟ مخاصمين معانا ما فهمتش. خالد والله حتى خالد من كازا خالد تليفون ميسونيش امبوسيبل خالد كان اللي مساكن تيتسنى وقال لك خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. صافا خويا الله يبارك فيكم كلشي مزيان الله يحفظك. فين في كازا خالد؟ فين في كازا؟ نعم سيدي فين في كازا؟ كازا خويا واخا غدا مسالي مع 12 قال لك فين كازا قلت له كازا ماشي مشكل. واش غدا مسالي مع 12 غدا مسالي مع 12 مسالي مع 12 مع الوحده ربحتي معنا غدا 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 مرحبا صافي على حساب تاع الدين. لا على حسابنا حنا حساب الراديو. مرحبا غدا جيت غدا معنا ربحتي معنا اليوم اول مرحبا. واحد اتصل بنا اليوم ربح معنا غدا. لا والله شوف كان معك بصح مشكل ان شاء الله معك معقول كان معك معقول غنسالي ليميسيون نتغداو مجموعين غدا مرحبا. صافي فاش تسالي لابيل ان شاء الله خلي النيميرو ديالك عند عبد الصمد وجيب البسطام على اساس ونجيب المكانه تاعي اييه والسيشوار السيشوار الله يعطيك السر السيشوار ضروري تا هو لا والا بدا دير سيشوار زوين فهمتيني باش اييه مرحبا خويا وي حبيبي يلا غير نتمنى واحد الموفق للفرق الوطني اللي مشارك اليوم منافسه افريقيه وكوراج الفرق الجيش الملكي. وانت انا فرقه تشجع صديقي؟ انا جو سوي نوتخ اخويا. برافو عليك. ولكن كتشجع فين كتلعب هاد نوتخ؟ نوتخ راه حتى كاين شويه دراجه ضروري كاين شويه دراجه والوداد تا هو لاعب تامبيير في افريقيا راه حنا معاهم. برافو عليك. لا برافو عليك. واه حنا كنشجعوا على حسب الدرافو. بيان سور. فوالا. كنت تمثل المغرب. لو جو لو سبيكتاكل. اكزاكتومون. ونتمنى يكون عندنا شي جو زوين ان شاء الله في المونديال. ونتمنى شوف ما شتيش هذه البطوله هذه اللي عندها الدوره اللي عندها شحال البيوت تباركاو. 4-3-3-2. كانوا ماتشات زوينين. وي. ما نساوش لابريستاسيون ديال بن حليم في باسيتي. وي بن حليم ماتش بن حليم دار كرون ماتش فوا باس دي زعما ماشي بحال اللي كيديرها وي تخي بون ماتش بن حليم. حنا في البطوله عندنا راه كاين لي هو لي با مره كيكونوا بيوت مره كتكون النيفو ما كيبقاش غادي كونستون وكي جاك زريده
زريدة راه تيدير الاهلي تبارك الله عليك خالد الله يبارك فيكم. ما تقطعش خلينا النمره العبد الصاغ نتغدوا معاه ان شاء الله. مرحبا خويا. نحكي يا خالد شكرا بزاف. شكرا اخويا كنتي معنا من كازا. صافي ناضي غدا الغدا مع خالد ان شاء الله. الى كنت المرض من اليوسفيه علاش قطع اوي ما بغاش يتغدى. لا شوف خالد الا كنتي كتسمعنا اخويا غدا نتلاقاو في القهوه لتحت مع 12 صافي. لا ماشي كل واحد يوحس بسم خالد. لا كلشي سمع خالد. ولا ماشي كاع خالد. لا خالد اللي كان معنا اليوم عبد القادر ما سوقيش بدينا بدي خير نعيطوا لك. اوكي تفرجتي في واحد الفيلم مصري سميتو غبي منه فيه شنو بغيت زعما هو انا الو حموده عبد القادر اش كدير دابا؟ درتي والو حموده؟ نعم شنو بغيت تقصد زعما هو انا؟ ما فهمتينيش. سمع دابا هاد القضيه ديال السي خالد دابا هو كان شفر واحد الباليزه ديال الفلوس ياك. هو هذيك مولاها تيقول قال لها عيط لها هضر في التليفون وقال لهم كاع اللي زعما مولاها جي لابس غد ليه سروال ابيض وقميجه حمراء باش نعطيه الباليزه ديالو. جا كلشي لابسها. جات مصر كلها جا كلشي لابسها. هي دي الغدا. يا دي الخالي. شنو؟ واخا مشوا اليوسفيه عند رضوان. رضوان صباح الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. داير اخويا كريم؟ الله يحفظك. كي داير انت؟ لاباس عليك؟ الله يحفظك الحمد لله. كي داير انت مزيان؟ الله يحفظك اخويا كريم. صحيح كل شيء بخير. حموده خير بو في الرزاوي اليامه. الله يحفظك اخويا. الله يحفظك. اخويا كنتمنى حد موفق لنهضه البركان وجيت مراكش. وي يا ربي الله يسهل عليهم. الو وي كنسمعوك على رضوان. كنسمعك خويا. وبالنسبه لجيش مالك اخويا راه عنده فريق ونهض البركان عنده فريق خاصهم غير واحد شويه ديال الديكليك فريق النهضه البركانيه ياك. كنشوفوا النهضه البركانيه في البطوله ماشي هي النهضه البركانيه في كاستا. راه داروا جوج مقابلات هما تيربحوا. اوكي كنحاولوا ما يقنعوا. مقابلات ملي كيجروا البطوله كتشوف فريق بحال عادي ما كيقنعوش. فهمت اخويا كريم؟ وي الصراحه ربحوا ولكن ما قنعوناش. ونتمنى ان حد موفق والله يسهل عليهم وبغيناهم يشرفونا فهمتي اي فرقه افريقيه ديما تشرفنا اخويا. وبغيت ندوي على الراجا اخويا. داكور تفضل اخويا. مع الراجا. الراجا اخويا كتبان لي ناقصه بزاف اخويا الراجا. وي ما عاجبينكش؟ ما عاجبنيش اخويا الراجا اخويا خاصو شي واحد يكون محارب بحال عرجون اخويا. ملي تنقول عرجون ونقوم اخويا الراجا ما بقاش اخويا. وي وين شي محارب اخويا بحال العرون ولا بحال العربي الناجي اللي يحرس الملعب فهمت اخويا. اول ليسونسيال دابا خاصك تربح لي بوان قبل ما توقف البطوله فهمتيني. خاص الماتش جاي الماتش جاي خاص الرجاء تربح واخا ماتش ما يستاهلش مع السوالم مي خاصهم يربحوا باش يربحوا النقاط قبل الشامبيون توقف وديك الساعه يخدموا بشويه عليهم يكون عندهم وقت باش اخويا. اخويا كريم تي غير الرجاء تبان تلعب مزيان ساعات تلعب مزيان واخا ما تربح واخا ما تربح ساعات تلعب مزيان. مازال ملي كتلعب مزيان وما كتربحش كتشوف ان فرقه كاينه. صافي دابا اخويا ما كايناش فرقه اخويا والو. يصوب الله يصوب الله. كاين اللعب ما كاين ربح واخا تربح ما كاينش فرق. يصوب الله. ميرسي بوكو شكرا بزاف رضوان. نهارك يا سعيد خويا كتي معنا من اليوسفيه نمشيو لطريق عن طريق الكازا. هاي اللقطه دوي شي علاج بس انا ما بعرفش شكله وهو كمان ما يعرفنيش. روح يا مصر حنتفضح لا كنت بضحك يا هو يجي لوحده بس عشان اعرفه يميز نفسه خليه يلبس بنطلون ابيض وقميص احمر انا كده هعرفه على طول وانا مش عندكم مين دار الدراري عندكم مين دار مشوا للكازا عن طريق. صباح الخير طارق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. سي كريم لاباس عليكم هاني. الحمد لله كي داير انت لاباس عليك. ربي يخليك. خويا البرنامج ديالكم انا بحكم الخدمه الطياره كنكون فيها النهار كامل كندير لي سيكو في كازا كاملين تقريبا. يعني الاذاعه ديالكم ما كنتحيدش من عندها من الطوموبيل والبرامج ديالكم كلها الحمد لله بخير الحمد لله. وكيعجبني البرنامج ديالكم وبالخصوص بعداك سي عز الدين العبقري ديالكم. كاع
عبقري ديالكم بالنسبه للتدخلات ديالو. لا راه الا ما جاش خالد خاصك تعيط لطارق، ولكن انا راه غنعرض عليا ولد زربله. حموده راني قريت معاه بريمير. طارق حسين الا كان كيسمعني الاخ حموده، انا ولد زرب كبير. اييه نسمعك احبيبي. اقول لهم واش كنت كنقرا مزيان؟ لا بلاش كنقرا مزيان. عند الاستاذ مصطفى الاستاذ مدن عقلت شويه حموده. لا باينه. عقلت حبيبي عقلت. واش طارق حسين باقي عاقل عليه؟ لا عقلت بيان سور عقلت اخويا. وراه كنعزوك راه كنعزوك. مرحبا حبيبي. وكنفتخروا بك راك كتجربنا كنفتخروا. سول قول لهم اخوك كنقرا مزيان انا مزاوك. كنت مشاهد عليا انا بعد. الحمد لله. قول عزتين راه ديما حاقرني. انا راه ولد الدرب ديال عبد اللطيف. متوكل. داكور. متوكل. اييه انا ولد الدرب ولد دقه واحد. تسلموا على عبد اللطيف متوكل حتى هو. اييه واحد وخا وكنفتخروا بولاد دربنا اللي منهم انت يا خويا حموده. الله يحفظك احبيبي الله يحفظك. مرحبا خويا. انا راني ودادي. وسليمان امان اللي ما بقاش. اللي ما بقاش دخلنا لها ب 40 ريال ب 30 ريال كيدخلنا شي واحد كاع معاه. كانت الايام زوينه الحمد لله في ذاك الوقت اخويا حموده. الحمد لله. الحمد لله. وخويا كنتمنى الفرق المغربيه كامله بما فيهم الوداد والراجا وبركان والجيش كنتمنى لهم ان شاء الله مسيره موفقه في هاد لي كوب ديالهم، للراجا للوداد في العصبه للجيش وبركان في الاتحاد الافريقي. والحاجه الوحيده اللي باغي نقولها خويا حموده وباغي ناكد عليها وباغي ناكد عليها بزاف ماشي 100% تقريبا واحد المليون في المية، هي ان خويا هذوك لي زيلترا انا ما كنقولها لي زيلترا ديال الوداد، ما كنقول لي زيلترا ديال الراجا. نقول لك بان كاين مشكل كبير مع لي زيلترات اللي كانوا كيديروا واحد المشاكل اللي راه معروفه عند الامن معروفه. راه كانت واحد المشاكل كبيره بالضرب والجرح. انا ما كرهتش يكون شي برنامج بخصوص هاد لي زيلترا هادو. وانا ما انا ماشي حاج ودادي، انا ما عرفتش واش الوداديين. شوف طريق طريق وي وي ابار لي زيلترا خويا راه كاينين شي وحدين كيمشيو للتيران. زعما الصراحه الصراحه نكون مضر راه كبرنا حدا التيران زعما هذاك هو دربنا. اييه راه كاينين شي وحدين كيمشيو للتيران ما عندهم حتى شي علاقه بالكره. كاينين ولابس تونيدا الفرقه وغادي عنده كاينين عندهم كاينين عندهم هما اتجاه اخر اخرى ما مقطع ورقه ما عندوش بيه وغادي عنده اتجاه اخر. كيدير الفوضى. هادشي اللي كاين هذا الله يخليكم اخويا. صاحبي راه دارني بلا ما نذكر انا ماتش دونور الدرب ديالنا تفرقعت فيه 35 طوموبيل تهرسات. اييه ديال الناس ساكنين تما صاحبي ما غادي لا تيران لا والو مستاسيوني والو خويا الناس كتضرر 35 طوموبيل مشات. وماشي حشومه هذا الشيء، هذه راه غير الكره. هذه راه غير الكره، راه غير الرياضه راك كتقولوها، راك تقولوها هذه راه كتبقى غير كره غير رياضه. بيان سور بيان سور. وملي كنوصلوا لهكا ديال الناس كتضرر لا ماديا لا معنويا الناس اللي غير دايز كيتضرب. علاش خويا حنا راه كره هذه، حنا راه باش ندوزوا الوقت في الكره كنتفرجوا. فك ما تشجع شجع، ما فكش ما تشجع ريح. ارتاح مع راسك وسمحوا لي الا طولت عليكم وكنتمنى لكم مسيره موفقه ان شاء الله. وكنعاود نسلم على خويا وحبيبنا حموده الله يعمرها دار والدرب داز الناس زوينين الناس. وكنفتخروا بكم خويا حموده تبارك الله عليكم. ميرسي بوكو. وتهلاو بزاف في عز الدين. تهلاو بزاف في عز الدين. الله يحفظك تبارك الله عليك. تبارك الله عليكم امولاي. شكرا 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 نهارك مبروك خويا. شكرا بزاف كنتي معنا من كازا دمنات معنا مهدي. وي خويا اقول لي احنا مالين فيه اختا هو يتهلا فين اولي بوينا شو لدمنات عند مهدي. صباح الخير مهدي. صباح الخير سي كريم. صباح النور اسيدي. مرحبا. صباح الخير خويا. صباح الخير المحلل ديال السي عز الدين عماره. لا لا دري لعب بها الوالدين او سي خربوش الرجل ديالنا.
مرحبا اخويا مرحبا. بالنسبه للمقابله ديال اليوم كنتمنى التوفيق قناه كرجاوي، كنتمنى التوفيق للفريق الجيش الملكي في المقابله ديال اليوم مع جوليبا المالي. ان شاء الله عندي الثقه باللي فريق الجيش الملكي غينتصر خارج الميدان ان شاء الله، واخا على حسب كيف نقولوا الاخوان باللي جوليبا المالي يعني ما عندهمش التنافسيه، يلا لعبوا جوج مقابلات. وي ما عندوش ماتشات. نتمنى كذلك التوفيق لفريق النهضه البركانيه في المقابله ديالو مع المنافسه التونسي ان شاء الله. مبروك، شكرا بزاف. شكرا عليك. بزاف هذا خبر شويه قاصح. بين سبور بالكونت ديالو اوفيسيال كتعلن بانه نجيب غير الخبر سمحوا لي، بانه مانويل نوير غارديان بوت ديال المنتخب الالماني ديال بايرن ميونيك. قصتيني علاش؟ انا قلت لك سبور باين قبيله، قلت لك ماشي لعب، ودابا انت خصك تمشي تشوف هذا في كونسير. انا في كونسير ما بغيتش انا نقول لها. صافي قلت لكم الا ان بروبليم اوغي دي شي 3 اوبيراسيون. انا ابقى بقى تسمع السبور باين. لا حزتني دابا والله، دابا خبر زعما كعاني والله. الله يجيب الشيفا والله يصوم. كادر كي جات كتسميه زوينه ياك. صافي دابا الاخوان غادي يديروا سبور باين تبقى تلقاوني. سي بيان دوماج حمود مانويل نوير اللي لا لا اللي تي انا قريت البارح ما والبارح قريت بالله اللي تي ان بو الى بي دي بروبليم دونك اوتوماتيكمون يل غات لا كوب دي موند. انا ما كنتش عارف بالله سي تي اوسي غراف. شحال باقي لا كوب دي موند اصاحبي؟ مازال لا دو كونسير دو بو. كونسير دو بو داكور. بون اوكي يلا شكون الله يجيب الشيفا. لا 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 الناس كلهم اللي مرات في العالم كله كاع اللي يجيب لهم الشيفا مساكن. داكشي ديك السيمانه الجايه يكون واجد. صافي صافي. دارهم على بيسبول. نعم اخويا. خويا الله يجيب الشفاء لكاع الناس اللي مرات بهذا المرض هذا اللي كنعرفوهم خبيت. وكنظن بان راه كانت راه عدد الوفيات اللي كتكون فيه هو راه اكثر من كوفيد اللي داز. راه حنا كوفيد ما بقينا سادين علينا وداك الشيء، اما هذا المرض هذا راه كان كاين من بكري وغادي يبقى باقي ما تلقاش ليه العلاج ديالو. زعما الله يحد الباس اللي كيتصاب به، راك عارف اللي كيقدر يقاوم بحال لاريير غوش اللي كان في باريس سان جيرمان الفرونسي، راه كان تشافى منه وتعافى. كنظن اللي كيقدر يقاوم سيباستيان الير. سيباستيان الير توا ليفواريان. واي واي توا اللي كان مقلع. كان مقلع وصافي بليزير انه كنت شفنا في البالون دور في لا روميز دي تروفي ديال لي بالون دور كان سيباستيان الير حاضر في لا سواري. الله يجيب الشفاء للجميع، اي واحد مريض بهذا المرض الله يجيب ليه الشفاء ان شاء الله. الله يجيب الشفاء للجميع. نعم عبد الصمد. واخا خبر اخر مالوغوزمون تلقينا قبل لحظات الوفاة ديال الام ديال الصديق ديالنا الحاج محمد زكي. الام ديالو الله يرحمه ويوسع عليها في هذا النهار هذا تعازينا الحاره لصديقنا سيدي الحاج محمد زكي، والله يرزقكم الصبر ان شاء الله. دوام لله سبحانه وتعالى، وهذا هو حال الدنيا. انا لله وانا اليه راجعون. سيادنا وبهذه المناسبة كريم كنبغي نطلب الشفاء العاجل ان شاء الله باذن الله لبار الريس، لان واحد من اقدم مشجعي لفريق الرجاء البيضاوي معروف بار الريس حتى هو على في مستشفى. كنتمنوا له الشفاء العاجل ان شاء الله ولجميع المسلمين ان شاء الله. ان شاء الله الله يجيب الشفاء للجميع يا ربي. دراري اوكي اون سو دي ادومان. لا ادومان ادومان ان شاء الله. حميميدا بون فواياج عز الدين. علاش بون فواياج؟ انا فواياج لا حتى غادي نمشي ربع. غيمشي سلام. سي فغي الله يديك على خير. ميرسي بوكو بابي. ميرسي حموده تبارك الله عليكم. كنا في الاذاعه سبور باين اخراج وصافي سير بعد مني. هادي اش غادي ندير لها؟ خالد اللي داز معنا اليوم غدا ما تنساش اخويا مورا ليميسيون نتلاقاو لتحت. خالد اللي داز معنا في ليميسيون جي لابس قميجه زرقاء. صافي سالينا هذا الفيلم هذا. أدوما بعد لحظة عدد جديد من برنامجكم ريان كافي رفقة صديقنا يونس جودة. احنا نتلقاو غدا في عدد جديد من برنامجكم العلماء دمرس. إلى اللقاء.